أهلا وسهلا بكم في المنطقة التاريخية بجدة. عمر مدينة جدة أكثر من 3000 سنة، أخذت أهميتها لما الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قرر إنها تكون ميناء العالم الإسلامي. قبل 511 سنة تقريباً حاول البرتغاليين أنهم يهجموا عليها ويأخذوها نظراً لمكانتها التاريخية. أمر الأمير حسين كردي أنهم يبنوا سور وبوابات داير ما يدور المدينة، وهذا آخر ما تبقى من السور اللي بعد الله سبحانه وتعالى أنقذ مدينة جدة من غزو البرتغاليين. مدينة جدة صغرت على سكانها، هي كلها عبارة عن 4 حارات، وهي تسجلت في اليونسكو عام 2014 وأصبحت تراث عالمي.